انتم شوفوا الناس كي كيصايبوا الطريق فوالا، شوفوا الطريق كي كيصايبوها. ها الناس اللي كيبقاو يعايبوا في الدوله، حسوا غير بهاد الناس مساكن اللي خدامين فالتمامه هذه. جاب الله هنا كاينه الضليله وكاين الواد. ها كلها حجر، ها هاد البلطقه هادي كلها غتولي طريق كامله. ما شاء الله عليهم زعما، تبارك الله، ما عندي ما نقول. هما صايبوا ليه، هما غاديين دابا خدامين مساكن، هما كيطيبوا غير هنا حوايجهم، العواد كيجمعوهم. الله المستعان، باش حنايا نجيو نديو السياحة هنا ونجيو، وفي الاخر حنا كنجيو كنخسروا الأماكن ونوسخوها وما كنباليوش كاع نهائيا. شوفوا الناس كيخاطروا بحياتهم، ها شوف السياحة فوق، ها هما شوفوا معلقين، ها هما معلقين مساكن كيحفروا باش كيسهلوا المهمة للبوكلان، يعني البوكلان باش يدوز يعني بسهولة. هما كيحاولوا يحيدوا داك الشجار وداك داكشي اللي عالق بالأحجار، ويعني ممكن اي حاجه اي لحظه طيح لهم شي حجره ولا شي حاجه. هذا خطر خطير يعني.